لكن انتقل لو تكرمتي بالحوار الى السيد محمد البابا الكاتب والمحلل السياسي في كييف. سيد محمد، الاستاذه علا قالت ونقلا عن وفهما عن المصادر الروسيه انه ما يحدث هو هجوم فاشل، وانه الغرب ربما بدا يتململ بعض الشيء من عدم تحقيق نتائج ملموسه على ارض الواقع. لكن زياره الرئيس الاوكراني في اليوم لخط المواجهة في بخمت، هل تحمل رسائل ربما تقول معاني مختلفة عما أشرنا إليه منذ قليل؟ أولا يعني يجب أن نتكلم بواقعية ما يحصل في شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الأوكرانية منذ بداية هذا العام كانت تسوق لعملية الهجوم الأوكراني المضاد، وذلك للحصول على كمية محدودة من السلاح، لأن معظم الدول الغربية التي قدمت السلاح والعتاد للجيش الأوكراني كانت تقدمه بدفعات وجرعات، جرعات دعم قليلة، يعني لا تحتاج أو لا تكفي خط قتال يفوق 800 كيلومتر. عندما بدأ الهجوم الأوكراني المضاد، وكان يعني كانت الدعاية الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية تعلن أنه يجب أن نتابع هذا العود، يعني يطلب من جميع متابعة الهجوم الأوكراني المضاد بصمت. لم تقدم وعود كثيرة أوكرانيا، ولكن واجهت في البداية، في بداية شهر وشهر ونصف، واجهت دفاع شرس من القوات الروسية التي استعدت، حشدت ما يزيد عن 150 ألف جندي فقط على خطوط الدفاع الأول والثاني، إضافة إلى يعني كميات من العتاد والذخيرة تفوق أضعاف ما يعني ما تقوم به القوات أو ما تملكه القوات الأوكرانية. مثلا أنا سمعت من أحد ضباط الميدانيين في منطقة شيرسفيار بالقرب من مدينة بخمت كان يقول أنه إذا أطلقت أوكرانيا قذيفة على موقع روسي تقوم القوات الروسية بقصف 10 قذائف، يعني ما يعني أن لدى جاهزية القوات الروسية حتى بالرغم من الدعم الغربي لأوكرانيا هي يعني أضعاف ما يملكه الجيش الأوكراني. ثم قام الجيش الأوكراني أكيد بالتعاون مع الحلفاء الغربيين بتغيير استراتيجية الهجوم المضاد، وكانت تقول يعني على مدى شهرين كانت تقول هانا مليار أن الهجوم الأوكراني المضاد هو ليس هجوم يعني تكتيكي وهجوم استراتيجي أو كلاسيكي، وهو يعني أن تتقدم القوات بشكل هجوم كاسح، بل هي مجموعات صغيرة تقوم بهجوم مضاد على مواقع معينة. استطاعت على مدى شهر ونصف كسر أكبر الخطوط والذي كانت تحصنت، وأنا كنت في تلك المنطقة قريب من تلك المنطقة، وكنا نسمع يعني كثافة النيران الروسية التي تتجاوز أضعاف النيران الأوكرانية. الجيش الأوكراني وزع الجبهات على 4 جبهات، جبهة كوبيانس وهو لوقف هجوم الجيش الروسي، جبهة ليمان وسفاتوفا هو للتقدم والدخول عبر الغابات الكثيفة، جبهة باخمود لحصار مدينة باخمود، وجبهة زاباروجيا للتقدم يعني متوازيا وصول إلى مدينة ميليتوبل. بدأت تدريجيا هذه الأهداف تتحقق وبشكل بطيء، ولكن أوكرانيا كانت تخسر جزء كبير وهو الغطاء الجوي، لذلك كان هناك ضغط خلال الشهرين الماضيين على الشركاء الغربيين بتسريع عملية طائرات الـF-16.